أصبح سعد الله صباحكم جميعا. دكتور محمود خان وهو الرئيس التنفيذي لمؤسسة ليفولوشن، ودكتور داورز غوسزاو وهو طبعا الرئيس التنفيذي أيضا لرئيس الأكاديمية الوطنية الأمريكية. مرحبا بكم جميعا، أريد أن أرحب بكم في المسرح مركز الملك جامعة الملك سعود لاستضافتنا لهذا الحدث الفريد وهو خارطة طريق لصحة أفضل. منظمة الهيفولوشن والأكاديمية الأمريكية للطب ومركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية ومجلس الصحة الخليجي، هذا الحدث سوف يجمع مع بعضه البعض، المنظمين والمشرعين والعلماء وصاحبي القرار في مجالات عدة في الرعاية الصحية. ونهدف اليوم بأن يكون هناك توجه إقليمي وعالمي ونظامي لكي نناقش في هذه المنصة أهم مخرجات الصحة في مجلس دول الخليج العربي ولرسم خارطة طريق لطول عمر صحي. إن العمر إن العام 2022 للعام 2023 يكرس للشيخوخة بطريقة آمنة وصحية، ونحن نحاول أن نقارب أفضل ما لدينا وأن يكون لدينا مسار طبيعي للصحة المتقدمة في الشيخوخة الآمنة. وبفضل التطور في العلم أيضا نتمنى أن يكون التقدم في العمر بصحة أفضل. إن الأبحاث الطبية طبعا قامت بدعوة العلماء والأكاديميين ولنبحث ونتطلع إلى المستقبل، اسمحوا لي في هذه الفرصة أن أغتنمها لكي أشكر جامعة الملك سعود للعلوم الطبية، وأشكر أيضا منظمة الهيفولوشن برئاسة محمود خان، وطبعا جميع الأعضاء والعاملين في هذا المجال وكل المتحدثين ورؤساء الجلسات الحوارية الذين سوف يشاركوننا اليوم. دعوني أختم بقول بأننا سوف نعمل مع بعضنا البعض لأن نحدد كل ما نحتاجه لشيخوخة صحية، والأهم من ذلك أن نعمل مع بعضنا البعض أن يكون هناك أبحاث مستقبلية متعاونة، لأن تكون هناك أيضا أدوية وطرق علاجية جديدة. المستقبل بصحة طويلة أفضل قادم لنا. شكرا جزيلا لكم.